مشاهدينا في كل مكان مساء الخير، اهلا بكم معنا وفرسان الاراده على شاشه القناه الثانيه. نلتقي معكم ونستمر في حلقتنا الخاصه عن متابعه كاس الامم الافريقيه 32 والمقامه في مصر والتي تخطو خطواتها الاخيره نحو النهايه، خاصه وان لم يتبقى الا مباراتين فقط، مباراه تحديد المركزين الثالث والرابع غدا 9 مساء بين تونس ونيجيريا، ومباراة الختام وتحديد اللقب يوم الجمعة القادم في نفس التوقيت 9 مساء على استاد القاهرة بين الجزائر والسنغال، وبعدها يزدى الستار على واحدة من أنجح بطولات كأس الأمم الإفريقية تنظيما والتي قدمتها مصر للقارة السمراء بل للعالم ولكل عاشقي الساحرة المستديرة في 4 أشهر فقط، في سابقة لم تحدث على مستوى كل دول العالم في تنظيم بطولات قارية في هذا التوقيت، خاصة وأن هذه البطولة تقام في هذا التوقيت لأول مرة وبمشاركة 24 منتخب أيضا لأول مرة. كل نجاح كل توفيق لمصر نحو بطولات أخرى أكثر وأكبر قيمة، فعلا مصر قادرة على تنظيمها وقدمت البرهان من خلال تنظيم كأس الأمم الإفريقية الحالية. سعيدنا يكون معنا في هذا اللقاء كابتن مجدي مصطفى، كابتن المقاولين العرب في عصر الذهبي، وايضا مدير الفني لقطاع الناشئين بنادي المقاولين العرب. اهلا بك معنا يا فندم. اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب. طب صحه السلامه. اهلا وسهلا مشاهدينا، نبدا حديثنا حول موضوعنا وهو كاس الامم الافريقيه بعد الفاصل، فانتظرونا. انا مره ثانيه كابتن مجدي، الاغنيه دي توحشنا. خلاص فاضل ثلاث اغنيه جميله جدا. مجدي كلم عني، يعني حضرتك كنت كابتن نادي المقاولين العرب في عصره الذهبي، والمقاولين العرب في عصره الذهبي كان ليه صولات وجولات في افريقيا وحصد بطولات افريقيا بطولات الابطال، ومن خلال متابعتك لمباريات هذه البطوله ومن خلال الفتره اللي انت كنت فيها ليكوا جولات في ادغال افريقيا، المستوى اتطور على مستوى القاره في كره القدم؟ تطور كتير طبعا، اكيد المستوى الفني والمستوى الثقافي والمستوى التنظيمي كل حاجه طبعا اتطورت كتير. يعني احنا كنا بنروح ملاعب طبعا بالنسبه للموجود دلوقتي ولا الخيال يعني. فطبعا لا ممكن نتكلم على المستوى الفني لان الملاعب دي ملاعبنا احنا واحنا اللي مقدمينها بالشكل لا ده. لا لا البلاد اللي كنا بنروحها وكده يعني انا بتكلم على المستوى الفني. يعني المستوى الفني ما فيش شك ان دول كتيرة ما كانتش على الخريطة بقت على الخريطة الكروية فنيا وكده، لعيبة كتيرة احترفت واكيد رفعوا من مستوى بلادهم. فالمستوى الفني ارتفع كتير جدا في دول كتيرة. يعني موضوع الهيمنة بقى بتاعتنا احنا على كرة القدم الافريقية ده بقى محل كلام دلوقتي، يعني انا اتمنى انه يستمر في المرة القادم يعني في انما اللي يعني البشائر ما كانتش تطمن ابدا قبل قبل البطوله والناس توقعت بالظبط. يعني البشائر دي من امتى بالظبط؟ يعني هل قبل البطوله باسبوع مثلا؟ لا لا, ولا لا من امتى بقى؟ من فتره ولا من كاس العالم؟ اولا من كاس الله ينور عليك. من كاس العالم كان واضح ان للاسف الاتحاد مش مسيطر والدنيا هربانه منهم وكده. بعديها بعد ما جه الراجل المدرب اجيري دون واختياراته طبعا الاختيارات كانت سيئه جدا وفي علامات استفهام كتيره ما الاختيارات المجموعه بتاعت كاس الامم الاختيارات بتاعت المجموعه في مجموعه اللعيبه دي فدي كلها حاجات سلبيه، بجانب بقى ان الاعداد انا من وجهه نظر برضه يعني الجزئيه الوحيده اللي ظلم فيها المدرب اعداد الفريق ان ما عملتش مباريات وديه كتير كما ينبغي. يعني الدوري كان شغال بسلبياته انه ما كانش فيه ايجابيات خالص ان تلعب سبت وفجاه تلعب يوم الاثنين وبعدين تقعد 3 أسابيع ما تلعبش وبعدين تلعب فده كان ليه تاثير سلبي برضه على بعض اللاعيبه، بالرغم ان احنا اغلب اللاعبين اللي يمكن ال 11 اللي كانوا بيلعبوا جوه الملعب في بطوله افريقيا محترفين اغلب يعني 2 أو 3 بس هم اللي محليين ولكن ده اثر بالسلب زي ما بقول لحضرتك الاختيار سوء البدايه ما كانتش موفقه من ناحيه الاعداد كل ده انا بتكلم في الفنيات يعني هي الجانب الصوره المشرقه للموضوع هو الناحيه التنظيميه بس احنا تنظيميا يعني الحقيقه يعني فوق ال 100% من اول القرعه ما اتعملت حاجه ولا في الخيال يعني الملاعب فوق الممتازه التنظيم يمكن كان في ماتش واحد يمكن حاجه اتحرك عليه
لا بس وبعدين يعني اعتذروا يعني كان فعلا في حاجه غلط يعني حصلت، انما غير كده يعني ما شاء الله. يمكن انا اولادي بيروحوا كل الماتشات ما شاء الله، الدخول بسهوله وعارفين بيقعدوا فين وجايين منين ورايحين فين، تنظيم فوق الممتاز طبعا، وفتره قليله وكده. كان نفسنا يواجبوا بقى يعني المستوى الفني. كنا نتمنى ان يوم الجمعه الجايه نكون كان هيبقى عرس كروي المصري طرفي النهائي. بس للاسف، ولكن في النهايه يعني كل تمنياتنا المنتخب الجزائري ان شاء الله طبعا عربي شقيق وعربيتنا بتدعمه عربيتنا والحقيقه هو اكبر برضو بالظبط الجانب الفني لسه التحول هو اكبر مع الاحترام والكوره اللي بيقدمها. صحيح، الروح والاصرار اللي عند اللعيبه وكده اكبر يعني اكبرت الناس ان هم يحترموهم كده. يعني يكاد يكون الفريق الوحيد ان في المباراه الثالثه في المرحله الاولى لعب فريق ثاني على نفس المستوى على نفس المستوى ما هو ده. علشان كده انا بقول الاختيار. احنا كان اغلب الناس تتكلم ما يطلع مش عارف مين، وبعدين يقعدوا يسالوا بعض طب هينزل مين، هنزل مين مكانه ده اللي بره. عشان كده الاختيار، الفريق اللي عايز يكسب ويكمل لازم يكون عنده بدلة ما يقولوش مستوى على الموجودين على مستوى عالي. فاحنا للاسف ما كانش. طب احنا على مدار سنه من كاس العالم 2018 لحد كاس الامم 2019 ومدير فني جديد، ما اكتشفناش ان هو على المستوى من خلال تبديلاته والمباريات الوديه القليله اللي هو لعبها، ما حسيناش ان هو مش مهتم. يعني هو يعني حته احساسنا ان هو مش مهتم بالتدريب او هو على قده، يعني دي كانت باينه من زمان. يعني ما هو حضرتك لو الاتحاد حاطط استراتيجيه معينه وهدف، احنا عايزين نوصل للهدف ده بعد سنتين بعد خمس سنين بعد، لو في الهدف ده كده ماشي اشتغل. انما انت بعد كاس العالم قال ده بيعمل فرقه جديده ويروح مختار لعيبه جديده ويروح يلعب مع ماتشات بعدين رجع للمجموعه الاولانيه طب مفيش سياسه واضحه يمشي عليها الاتحاد. وعشان كده ان في الماتشات الوديه لعبت ناس بعدين ما دخلنا في الرد. يعني على اضرب مثل بس واحد على لاعب واحد وليد سليمان. اما كان مصر كلها بتقول وليد سليمان لازم يروح المنتخب الزملكاوي قبل الاهلاويه، لازم يروح، ده احسن لاعب في مصر ما خدهوش. قالوا لا ده احنا بننزل بالاعمار وكده. لما اتصابوا مستواه نزل شويه، اتصاب وكام شهر قاعد شهر، يعني ده علامه استفهام يعني كبير. ده واحد بس من الباقيين. طب هنروح برضو للمعضله اللي احنا بنقع فيها كل مره واللي هي مرتبطه بمدرب اجنبي ولا مدرب مصري بعد المشاكل اللي بتبقى حصلت. انت من انصار ايهما؟ هي التجربه اثبتت بكل المقاييس ان المدرب الوطني يعني افضل كتير. يمكن على سبيل انا عن تجربه ما خدناش البطوله ده لما يمكن مره واحده خدنا البطوله مع مايكل سميث انما غير كده كابتن حسن شحاته ثلاث مرات، الكابتن جوهري يمكن مره ومرتين. فمع المدرب المواطن وبعدين جمال بن ماضي كابتن مراد فهمي يعني من ضمن الحاجات اللي هنسردها. جمال بن ماضي ادى نموذج برضه للمدرب الوطني ازاي نقل وطنيته للعيبه بان على اداء اللعيبه في الملعب. برضه مدرب وطني يعني السيسي ده نفس السنه نفس الشهر ونفس السن نفس ونفس السن. كل حاجه صحيح 43 سنه لسه. فالمدرب انا من وجهه نظر المدرب الوطني يعني، بس يعني نفسي الاتحاد مين اللي هيجي مين اللي يعني يدوا له الصلاحيه الكامله زي الاجنبي. يعني ما بينزعوا الصلاحيه من بعض الوطني، بعض بيبقى فيها ضغوطات عليه وفي يعني لا انا اعرف ان بيبقى فيه ضغوطات عليه. بتميل حضرتك للمدرب الوطني؟ انا المرحله السنيه بالنسبه له تفرق؟ ما هو لو يعني لو اتكلمنا كده على مكشوف كابتن حسن مثلا، هو كابتن حسن مش مطلوب منه يكون صغير عشان ينزل وهيجري ويعمل نموذج لا هو هيدير. يعني دلوقتي احنا بنتكلم على الاسم دلوقتي اللي هو الاشاعات والتغريدات كلها بتتكلم حواليه دلوقتي، طبعا مفيش تاكيدات بس مفيش تاكيدات. بعض الناس بتقول لك يعني ان كابتن حسن سنه كبير ما هو سن كبير، هو مش هيلعب او هيعمل نموذج او حاجه. حضرتك البرازيل اللي هي من افضل فرق العالم جم في وقت جابوا مدرب والمدرب خد مين معاه يساعده؟ خد زباله ولا خد واحد عنده
فوق 75 سنه ولا حاجه 80 سنه وخدوا معاه عشان عارف ان الراجل ده عنده خبره. يعني المدير الفني بتاع تشيلي ما هو الراجل في الثمانينات اه ده بعصايه يعني وخارج قبل نهائي في كوبا امريكا الاخرانيه دي اه. فهو يعني الكابتن حسن يعني مع احترام الناس اللي بتقول لك السن لا هو راجل موجود هيحط الخطط بتاعته ويحط الخطط العريضه ومعاه طقم جهاز كامل المفروض هو اللي يختاره برضه ويديله بقى الصلاحيه ويشتغل ويعمل بقى يعني. وبرضه عمليه الدمج اصل ده جهاز فني مش مدير فني لا ده جهاز فني جهاز فني صحيح يعني ليه عناصر ثانيه ممكن تكون مثلا تعوض جانب السن ده لو في حاجه محتاجه مجهود صحيح صح ولا لا؟ صحيح لا لا لازم الجهاز يكمل بعضه وهو لازم هيجيب حد يعني المدير الفني اللي بيجي اما بيجيب جهاز معاه بيجيب واحد شاطر في حاجه معينه والتاني في حاجه ثانيه بحيث في الاخر تكتمل المنظومه يبقى كل واحد عنده حاجه معينه هيفيد بيها اللعيبه ففي الاخر تكتمل المنظومه بالمجموعه كلها. فهو اكيد الكابتن حسن لو فرضنا ان هو اكيد هيعمل كده يعني فيعني يعني وان شاء الله عشان احنا عندنا استحقاقات قريبه جدا للمنتخب ده تصفيات ده عندك كاس العالم 2022 شهر 9 اه وفي شهر 10 عندك تصفيات امم اللي في الكاميرون وبعدين عندك تصفيات يعني كاس العالم العمليه مش مريحه يعني مفيش وقت مفيش وقت فمفيش وقت ان احنا مفيش تجيب اجنبي مفيش وقت حتى تجيب اجنبي ما اعرفش الناس انت لازم تجيب حد يكون جوه المطبخ شايف ودارس وتابع اللعيبه وتابع وعارف مين ومين اللي هنا ومين اللي هنا وهياخد مين وما ياخدش مين يعني لازم يكون حد متواجد ايده في العمليه يعني هي مجازفه كمان ده الكابتن حسن لو قبل هيقبلها بمجازفه كمان لان هو بيجازف يعني بتاريخ اكيد يعني هو دلوقتي تاريخه لم اللي سطره محدش عمله قبليه صحيح صحيح يعني هو بيجازف بتاريخ مظبوط فهو لو قبل يعني نشكره ان هو يقبل وهو باذن الله هيكون يعني ان شاء الله اتمنى هو كان ليه كابتن حسن تجربه ناجحه جدا مع المقاولين مفيش شك طب هو يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى بفضل المقاولين العرب اللي فيه الكابتن حسن الحقيقه يعني ان هو كابتن حسن قبل المقاولين العرب يعني صعد اكتر من فرقه من درجه ثانيه للدوري الممتاز ما مسكش فرقه دوري ممتاز كتير يعني اما مسك المقاولين العرب وهو في درجه ثانيه وخد بيهم كاس وخد بيهم وكسب السوبر وكسب راح المنتخب وهو في المقاولين العرب كابتن عصام عبد المنعم كان رئيس الاتحاد وخد الكابتن حسن ولعب دوره وديه رئيس الاتحاد عين ثاقبه كابتن عصام عبد المنعم عين ثاقبه قال لك ده مدرب سطر تاريخ مع فريق درجه ثانيه رغم التاريخ الكبير للمقاولين صحيح ولكن وهو درجه ثانيه مظبوط خد الكاس وكاس السوبر شوف بقى يعني كابتن عصام عبد المنعم لاعب النادي الاهلي السابق وكان رئيس الاتحاد وجاب الكابتن حسن شوف بقى في الوقت دون ما كانش فيه حاجه بقى اسمها واعتقد انه خد انتقادات ايامي في البدايه اكيد في ما فيش شك يعني اي حد هينتقد ما فيش مش كل الناس هتتفق على حاجه يعني المهم يعني ان اللي جي يعني يجي على معايير معينه انا عايز منه ايه وهل دون الشخص المناسب للمرحله الجايه هينفذ اللي انا عايزه ولا لا فكابتن عصام شاف الكابتن حسن كده وجابه ونجح وكابتن حسن الحمد لله ما شاء الله يعني مش عايز اقول رفع من سعر المدربين المصريين كلها يعني في معظم لقاءاتي مع كابتن حسن يمكن انا كان شرفت ان انا غطيت بطوله كاس الامم الافريقيه اللي كانت في غانا اللي احنا حصلنا عليها اللي كانت الثانيه بعد 2006 خدناها 2008 خدناها و2010 انا 2008 قابلت كابتن حسن ساعتها هناك في غانا وشفت بيدرب ازاي وبيتكلم ازاي كان دايما حته الحس الوطني كان بيشتغل عليها صحيح بشكل قوي جدا مظبوط اللعيبه كانت بتخرج من اوضه اللبس على الملعب مشحونه لدرجه ان هو كان في اغاني معينه كان بيحطها صحيح يسمعها للعيبه صحيح ده بقى المدرب الوطني صحيح صحيح ده بقى المدرب الوطني وهيوفر اللي مستحيل الاجنبي هيوفره يعني معلش لو اديتني فرصه ان انا ارجع لورا شويه وانا بلعب اتفضل يعني احنا في المقاولين العرب بدانا احنا الجيل الاولاني لنادي المقاولين العرب في درجه ثالثه اللي هو بعد الصعود الاولاني على طول لا من احنا صعدنا كنا درجه ثالثه يعني ثانيه اولى ممتاز جيل الكوماندو زي ما بنسميه بطوله كاس مصر لعبنا النهائي مع النادي الاهلي دخلنا افريقيا خدنا افريقيا وخدنا الدوري السنه دي انا اعتزلت اخر السنه دي يعني انا كان عثمان بيه يعني الله يرحمه منص عثمان ومنص حسين عثمان يا اولاد احنا بصوا احنا بنلعب درجه ثانيه هنطلع درجه اولى وهنلعب في دوري ممتاز
وهناخد الدوري وهناخد افريقيا. احنا نبص لبعض كده واحنا احلام اللي أنا مش للدرجه دي. فالناس دي كانت بتبس جواك روح يعني ما يعني عايز تنزل يعني هتاكل النجيل اللي في الملعب فعلا. فهو ده المدرب. كان مين المدرب اللي معاكوا ايامها؟ كان كابتن فهد صدقي في البدايه، كابتن عبد المنعم الحاج ربنا يديله الصحه، كله مصري. طبعا مفيش ما بعد الدوري الممتاز. بعد ما وصلنا الدوري الممتاز مسكنا بقى مستر تومسون، وبعدين مستر مايكل ايفرت، وكان الكابتن بدر الفتاح برضو الله يرحمه. فبس دول يعني خدوهم تقشر على المدربين القدام. خلاص بقى الفريق بقى كان خلاص مدعوم بقوه، عناصر اتثقلت وبقى يعني 20 لعيب كلهم ما شاء الله، واي مدرب هيشتغل معاهم هيعمل شغل معاهم. بطولات افريقيا انتوا خدتوها مع مدربين اجانب ولا؟ اول بطوله مايكل ايفرت بداها مستر تومسون وبعدين نهاها مايكل ايفرت. كانت كام بطوله هم؟ الاثنين اللي ورا بعض اللي خدناهم دول كان مايكل ايفرت. الانديه الابطال. ابطال الكاس. كان ساعتها ما فيش كونفدراليه وكده، كان ابطال الدوري ابطال الكاس. احنا دخلنا ابطال الكاس عشان لعبنا النادي الاهلي في نهائي الكاس، كسبنا بضربات الجزاء. الاهلي كسبنا بضربات الجزاء وكان واخد الدوري. فدخل ابطال الدوري، احنا دخلنا ابطال الكاس. خدنا البطوله، وثاني سنه خدنا البطوله مع مايكل ايفرت. بس كان اول سنه بدأها مستر تومسون، عشان كده ده العصر الذهبي يعني. طبعا مفيش شك ان هو ده فعلا احسن عصر كان نادي المقاولين. بعد كده في لعيبه كتيره جت بعدين كتير، وخدوا برضو بطوله افريقيا وخدوا كاس مصر وكده، انما ده كان عصر مميز يعني. مشاهدينا في كل مكان، حان الان موعد اذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره، ثم نعود ونتواصل معكم في حلقه اليوم. مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم معنا مره ثانيه، بنتواصل معكم على الهواء مباشره. كابتن مجدي مصطفى، يمكن لو اتكلمنا عن بقى البطوله، بطوله كاس الامم الافريقيه، وتحديدا مباريات الدور قبل النهائي، كانت تونس بتلعب السنغال. المباراه دي يعني دراماتيكيه بشكل غير طبيعي، يعني انت شفت حضرتك السيناريو ماشي ازاي. صحيح. يعني سيطره كبيره للسنغال الشوط الاولاني، تونس عادت لحد نقول اكتر من ثلثين الشوط الثاني، هوب ضربات جزاء، هوب فرجاني بيضيع، هوب لاعب السنغال بيضيع. ايه رايك في المباراه بهذا الشكل يعني؟ هو طبعا يعني اشد المتفائلين ما كانش متوقع ان تونس توصل لكده. بدايتها ما كانتش كويسه، ودخلت بثلاثه بونت بثلاث تعادلات يعني ما كسبتش حتى. فكان كل متوقع النتيجه تبقى في صالح السنغال يعني. ولكن تونس ادت اداء مميز. الحقيقه برضو فرق معاهم اما بدا فرجاني الساسي يلعب، اما ما كانش بيلعب في الماتشات الاولانيه ما كانش ليهم شكل كويس، اما لعب في نص الملعب ظبط النص كويس، ظبط شويه نص الملعب وكده. وهي نتيجه 0-0 وفرجاني ضيع ضربه الجزاء. الحقيقه انا واحد من الناس كنت متوقع انه يضيعها. ليه بقى؟ ليه؟ انا قلت لو شاط بنفس الطريقه اللي شاط بيها البين الاخير في الماتش ضربات الجزاء بتاعتهم بتاع كوت ديفوار، كنت انا بتفرج انا ومراتي بالمناسبه. قلت لها لو شاط بنفس الطريقه البين هيتصد، انما لو شاط عادي لو وقف هو بيجري ويقف الخطوه دي وبعدين يركن. الجون اتفرج عليه في الماتش، اكيد عادوا الماتش اللي هم كسبوا فيه بضربات الجزاء. فهو بيقف وبعدين يحطها في اليمين، فالجون عمل كده. ما ترماش بدري، وقف ذاكره، هو ذاكره بالظبط، خلاص هوشه والجون ما اتحركش. وراح حطها برده ضعيفه في مباراه غانا، كانت مباراه غانا في مباراه غانا. فهو عملها هي بس الجون الاولاني اما وقف فرجاني اترمى في الشمال حطها له في اليمين. ده ما اترماش وراح حطها في اليمين، فالولد صدها كان وحطها برضه في اليمين، يعني برضه في اليمين يحطها في الشمال بس. ومش جامده قوي ومش بعيده قوي كمان يعني. هي فيها مظهريه شويه ولا هو ده اسلوب؟ يعني هو اسلوب لعب، بس برضه يعني انا من وجهه نظري ان فيها برضه، والدليل على كده ان هو يعني كان بيقول في ماتش غانا، كان نفسي غانا، انا اتمنيت ان غانا تجيب ضربه الجزاء الخمسه بتاعتها عشان انا اشوط. يعني واثق قوي من نفسه قوي. وشاط وعملها بشكل كويس والجون، انما الجون بقى طبعا المدرب شغل لهم الماتش بتاع غانا بضربات الجزاء، فحافظ بقى عرف هيعمل ازاي وقرر هي بس. ده برضه ذكاء من اليو سيسي يعني مدرب السنغال، يعني ان هو توقع ان ممكن يجي ضربه جزاء، وتوقع ان اللي هيشوط غالبا هيكون فرجاني. بص حضرتك برضه يعني مش المدرب بس اللي يبقى ذكاء منه، يعني عشان انا بشوف مقوله الناس بتقولها
ما المدرب هو اللي بيقول لهم اعملوا كده، المدرب اللي بيقول اعمل كده، اجري في الحته دي. لا، هم دور اللاعب ايه؟ اللاعب بينزل الملعب في مواقف كتيره هو اللي باخد القرار فيها. فده ممكن يكون المدرب ما قالوش ده هشوط لك في اليمين ولا حاجه، لا هو ده ذكاء منه كده يعني. حارس المرمى اتفرج على ضربات الجزاء قبل كده صحيح. في اسسوات شويه من فرجاني بجانب عند، وهم راحوا كمان مضيعين وقبلها مضيعين اثنين ضربات جزاء برضو في مانيز، مضيع ضربتين جزاء في هم بسم الله ما شاء الله ثلاث ضربات جزاء في البطوله ده ما بيجيبوش يعني. يعني كده وصلوا يعني كده وصلوا. لا هو فريق تقيل السنغال، هو فريق تقيل. فتونس كانت على فترات كويسه في المباراه يعني، على بعض الفترات كويسه، حتى برضو الفار يمكن حتى الظلم الفار بقى يمكن ده كان سؤالي القادم يعني. الفار ابتدى يلعب دور على فكره في تحديد نتائج المباريات. في مباراه تونس لما الحكم حسب ضربه جزاء ثانيه لتونس والفار لغاها وهي صحيحه على فكره، بس انا شايفها جايه في الايد. شايفها جت في الايد؟ شايفها ان هي ضربه جزاء الحقيقه يعني. كل الناس في الاعاده للاسف انا ما شفتش الماتش ده، فما لا في الاعاده ساعتها بقى كنت في الاستاد عشان ماتش الجزائر. لا في الاعاده باينه ان هي جت في الايد، ما اعرفش ليه وما طولش حتى في الفار يعني، راح وبص ورجع لغى ضربه الجزاء. اعتقد ان هم اتظلموا فيها يعني على النتيجه، انما فنيا اعتقد ان السنغال برضو يعني الحته اللي تحزن يعني ان الجون برضو بنيران صديق زي ما بيتقال يعني خطا ساذج جدا من حارس مرمى تونس. هو الحقيقه برضو الحارس يعني متواضع بس ده صد ضربه الجزاء، وحتى لو صد ضربه الجزاء اصل ضربات الجزاء دي بيني وبينك فيها بقى يعني لاك كتير يعني، يعني ممكن تصد واحده وانت مش حارس مميز يعني. تاكيد حضرتك شوت ضربات جزاء ولا ما شوتش في التاريخ؟ بتبقى مقرر ايه بقى يعني، انت داخل هتشوط هنا وخلاص ولا بتبقى دارس حارس المرمى ولا يعني ايه الادوات؟ لو انت عندك خلفيه عن حارس المرمى دون ومذاكره ولا حاجه فهتعرف انت هتشوط على الارض عالي وهو مميز في الارض، هتطلع عالي شويه بينفرز على زي الشمال بتاعته ضعيفه شويه بتحطها له هنا، هو مميز قوي ناحيه اليمين. طب لو مش عارف لو مش عارف باخد قرارك انا هحط في الحته الفنيه ورزق على الله. احنا كان مستر تومسون دايما مرانا على ضربه الجزاء، حط ضربه الجزاء وخش شوط جامد. بس في زاويه. شوط جامد ان شاء الله في نص الجون، بس شوطها جامد. يعني حط رجلك جامد بس اهم حاجه ما تكونش يعني والله بنسبه كبيره كانت بتيجي بنسبه كبيره يعني. طبعا السنغال فريق قوي ولا غبار عليه، ساديو ماني عامل شغل كويس قوي، وبعدين فريق جماعي مش معتمد على نجم واحد. صحيح. يعني مش بيتقال ان ساديو ماني في ليفربول وكاس وابطال اوروبا وكده، لا في كذا لاعب. صحيح. واللعب جماعي بشكل كبير. صحيح، هي فرقه فعلا اللي بيميزها اللعب الجماعي. نفس الكلام يتقال على الجزائر برضو، لعب الجزائر ونيجيريا. الجزائر برضو لعب جماعي. صحيح. وتسيد اعتقد ال 90 دقيقه الجزائر. انما الجزائر تفوقوا بقى على الاثنين دول بالقلب بقى، بالروح العاليه. بالروح. يعني انت ما تشوفش، لو اتفرجت على ماتشات الجزائر كلها ما فيش مره تشوف واحد ضد واحد، يعني واحد مع كرة ضد واحد من الجزائر. بص هتلاقي حواليه، هتلاقي اثنين ثلاثه مساندينه يعني. دي روح مش لياقه؟ ده لا، دي ما الروح الكويسه تطلع حاجات عندك يعني انت ما تحسهاش. ممكن صور للمباراه ايه؟ نيجيريا والجزائر. اتفضل يا كابتن. فيعني لما تكون الروح عاليه بتعمل حاجات، وانت تعبان جدا تلاقيك عملت حاجات. والدليل على كده ايه؟ واحد مثلا عنده كرامب مثلا او شد والماتش خلص، تشوف ده وانت ليه عامل سبرنت ورايح على اللعيب عشان يهنيهم وهو طالع متشال عن الاله. انما في حاجات بقى الدفعه دي والروح ما تليه، مش بيعمل حاجات فوق طاقته يعني. نيجيريا ما ادتش كويس في المباراه دي. يعني كانت هل ما ادتش كويس انها ما استعدتش كويس في المباراه، ولا بسبب ارتفاع مستوى اداء الجزائر؟ هو ده. هو السبب يعني، ان الجزائر بتطلع يعني الجزائر ماتش عن ماتش بتزيد. الحقيقه يعني يمكن بقيه الفرق يعني ممكن في ثبات في المستوى شويه، ينزل شويه يطلع شويه، انما الجزائر الحقيقه المستوى في تصاعد يعني. فالجزائر والجزائر برضو شمال افريقيا عموما، بس يمكن الجزائر على راسهم يعني، بيعرفوا يطوعوا الماتش لصالحهم يعني. لما يضغطوا تلاقي الضغط جماعي، اما بتبقى معاهم الكوره لازم يعملوا بقى حاجه يعني
في إصرار غير عادي، وعندهم كمان رأس حربة ما شاء الله بغداد بنجاح. بغداد بنجاح يعني لو ما فيهم كذا لاعب رائع يعني، ومحرز طبعا يعني، يعني شوف ما بيجيبش جوان رياض. لا انا بتكلم على ده نموذج، هو بيرهق مش اي ممكن. يدفع في مش الدنيا ممكن يعني انت شوف كنت تعمل له كره طويله يعني الناس كتيره واحده ده مش بتاعته خلاص مش هيروح، يروح ياخدها يروح ياخدها يعمل فاول يحطها وجون يصدها يعني لاعب مميز جدا. قبل الحلقه ما تخلص بس لازم نقول كلمتين عن مباراه الختام، يعني مباراه الختام يوم الجمعه ان شاء الله الجزائر والسنغال. تصورك بلدي يعني انا واحد من الناس قبل البطوله بحوالي اسبوعين ثلاثه عشان متابع شويه الى حد ما الكره العالميه وشايف الدنيا عامله ايه، توقعت ان النهائي هيكون الجزائر والسنغال، وصدق ما توقعت، وكثيرين على فكره توقعوا هذا الموضوع. ده قبل البطوله ولا بعد البطوله بشويه؟ قبل البطوله، بعد قبل البطوله باسبوعين. لا هو قبل البطوله الحقيقه الجزائر ما كانتش مرشحه، لا يعني قبل البطوله اللي كان متابع كان اللي عارف كان مرشح قد ايه الجزائر المغربية. لا الترشيح الجماعي ده كان كله يعني كان الجزائر والمغرب وتونس لا المغرب والجزائر لا المغرب والسنغال ومصر. الفرقه الرابعه كانت اعتقد نيجيريا كاميرون، كل اللي كان بيقول الكاميرون يعني كان اربع فرق ما كانش فيهم الجزائر يعني اللي لا 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 انما الجزائر لان الجزائر كان فيها عناصر يعني كان طبعا مرصود اداء رياض محرز ومرصود اداء بنجاح ويعني المهم المباراه انت شايفها هتبقى عامله ازاي؟ والله طبعا هتبقى مباراه صعبه وقويه للفرقتين، اعتقد درسوا بعض كويس وحفظوا بعض كويس وعرفوا اسلوب لعب بعض كويس. اللي هيفرق في المباراه دي ان الروح، ودي لصالح الجزائر اعتقد يعني اللي عنده اصرار اكتر وتنظيميا في الملعب افضل وجمهور اكتر. وبالطبع الجمهور ان شاء الله يعني انا من هنا بنادي يعني بناشي كل مصير مع الجزائر المصريين مع عدد كبير من الجماهير أكيد يعني أكيد أكيد, اكيد اكيد او جايين في الطريق يعني ان شاء الله يكون احنا مع الجزائر قلبا وقالبا، ولكن في النهايه السنغال فريق يحترم ومنتخب يحترم ما فيش شك طبعا ما فيش شك، انما هو الحاجات دي اللي هتفرق، دعم الجمهور، الاصرار في الملعب، تنظيم في الملعب. يعني الفرقه اللي مش هيخش فيها جون بدري ممكن يعني او اللي هيجيب جون بدري ممكن هو دي مباراه الهدف الوحيد ولا ممكن تلاقي والله ممكن هدف وحيد او ضربات جزاء توصل يعني توصل للشكل ده ممكن 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 الفريقين بيلعبوا بنفس الطريقه متهيألي يعني تقريبا اللعب الجماعي تقريباً. عدم الاعتماد تقريباً. على اللياقه العاليه هو بس الجزائر عندهم اتنين في نص الملعب مميزين قوي اتنين بيدافعوا دفاع غير عادي بجانب بقى المميزين اول الاثنين بغداد ومحرز يعني الاثنين دول يفرقوا كتير مع مع فرقه الجزائر يعني ف يعني انت شايف حضرتك ان يعني الكفه مايله للجزائر؟ تقريبا يعني تقدر تقول 60 40 40 مثلا للجزائر ممكن ممكن انا اتمنى كده وده توقع يعني ده توقع في مباراه هتبقى يوم الاربعاء ما بين تونس ونيجيريا دي ثالث ورابع بيبقى يعني بيبقى دمها تقيل بحيث انها مباراه بيبقى دمها تقيل على اللعيبه قبل الجمهور ولكن برضه هو مركز بيذكره التاريخ صحيح صحيح لو الفرقتين مش متاثرين ان هم خرجوا وكده برضه الكفه هتبقى مايله لنيجيريا اكتر نيجيريا اكتر من تونس؟ اعتقد نيجيريا يعني اداء نيجيريا قدام الجزائر كان مخيب جدا يعني بس ما ظهرتش خالص كان متواضع بالعكس تونس كانت قويه جدا قدام السنغال تونس يعني هو ده الماتش الوحيد اللي عملوه تقريبا كويس ماتش السنغال ده غير كده ادائهم ما كانش كويس يمكن نيجيريا اقل ماتش ليهم يمكن ماتش الجزائر ماتش الجزائر انما غير كده ادوا ماتشات كويسه مع في البطوله اعتقد ان الكفه راح نيجيريا شويه يعني هيبقى كده الترتيب ثالث ورابع هيبقى نيجيريا ثالث تونس رابع ده حسب توقعات حضرتك واللقب جزائري السنغال ثاني الجزائر الاول ان شاء الله ان شاء الله طب هل بقى يعني يعني عاده يعني في وقت من الاوقات بنلاقي في منتخبات بتوصل للذروه زي الجزائر في فتره من الفترات كان عندها منتخب برضو قوي وبعد كده اختفت عن الساحه بعد كاس العالم 2014 اعتقد ما هو حضرتك شوف احنا كنا بنتكلم من شويه على التخطيط وكده الفرقه اللي بتخطط فبتطلع اجيال متلاحقه يعني ما تحسش ان في الجيل دون فرقه زي مثلا عندنا بقول لك جيل 6 و8 و10 اللي طلع الجيل ده من زيهم طب ما الجيل ده فيه محمد صلاح ومحمد صلاح ما لعبش ابن 6 ولا 8 ده ممكن تبني عليها ولا لعب 6 ولا 8 ولا 10 بس واحد طلع يعني يعني في
في موجوده بس ازاي انت تخطط صح. انا مش عايز اتكلم على الاتحاد يعني من لا دي مش عايزين نتكلم على الاتحاد. الاتحاد ده لا ما هو من ضمن التخطيط يعني ان يبقى عندنا اتحاد يتحمل يعني لازم تخطط يعني احنا ذكرنا كابتن عصام عبد المنعم صحيح اثناء قيادته لاتحاد الكوره هو اللي اختار كابتن حسن شحاته. ما انا بقول لحضرتك وكان النتاج يعني في تخطيط يعني بطولات اسطوريه يعني تخطط لخمس ست سنين قدام باستراتيجيه معينه هتوصل. انما الفرقه اللي عندها جيل كويس والجيل ده انتهى وبعدين تفكر لسه هتعمل معرفش ايه ما هيحصل فجوه. في الجزائر حصل كده يعني عندهم جيل كويس وكسر الدنيا ما لحقوهوش بجيل تاني بس ما عادوش كتير يعني هم ثلاث اربع سنين هوب رجعوا تاني للصداره فهو يا ريت احنا نخطط يبقى تخطيطنا سليم كده لكذا سنه قدام ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله نكون كلنا من المتابعين لمباراه النهائي بين الجزائر والسنغال يوم الجمعه القادم. لا تنسوا هذا الموعد في 9 مساء وان شاء الله الافضل يكون من حظ اللقب وان شاء الله تكون الجزائر صاحبه اللقب الثاني في تاريخها. كابتن مجدي مصطفى كابتن مقاولين العرف عصر الذهبي والمدير الفني لقطاع الناشئين بنادي المقاولين بشكر جدا على هذا اللقاء. شكرا شكرا. مشاهدينا في كل مكان استمتعنا بوجودنا معكم النهارده على وعد دائم بلقاءات اخرى قادمه فانتظرونا دائما على شاشه القناه الثانيه. فالى هذا اللقاء.